السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسكان بدء تسليم شقق جديدة بمشروع سكن مصر حدائق أكتوبر غدا. خليكم معانا بنشوف الخبر. اللي مشاركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ غدا الأحد الموافق 30/5/2021 وحتى يوم الخميس 1/7/2021 في تسليم دفعة جديدة 720 وحدة سكنية من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها. وأضاف أنه تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم تجنباً لإصابات بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم. أوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية المدينة حدائق أكتوبر أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 74 و90 يوم الأحد 30/5/2021، وحدات العمارتين رقمي 109 و156 يوم الاثنين 31/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 163 و97 يومي الثلاث 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول، مضيفا أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 95 و75 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقم 164 و91 يوم الاثنين 7/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 160 و96 يوم الثلاث 8/6/2021، وتخصيص يوم الاثنين 28/6/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني. وأشار المهندس محمد مصطفى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 203 و100 و104 يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 76 و126 و115 يوم الاثنين 14/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 135 و165 و149 يوم الثلاث 15/6، وتخصيص يوم الثلاث 29/6/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 136 و114 و105 يوم الأحد 20/6/2021، وحدات العمارات أرقام 150 و139 و137 يوم الاثنين 21/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 101 و116 و138 يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.